2021 عرفنا كثير من السابوتاج في هذه المحطة هذه. صحيح. كانت فيها عصابة مدفوعة من عصابة المال وغيرها، بالتقريب يوميا يحاولوا يخربوا التزويد بالكهرباء، يحاولوا يخربوا هذا حذاري. كان السلطات المحلية مع السلطات اللي تنتج المياه يفو ان بيرمانونس في الكاردييناج اسيب، فيش اذا ما كانش يوصلوناش باش نديروها تحت حماية الجيش مباشرة. من المفروض رانا في وقت نتاع السلم وامن وهذا تجاوزنا، رغم ان في 21 كانت محاولات بضرب الاطباء وضرب هذه وزرع البلبله وزرع كذا والسيوله الماليه وكذا، يعني مجموعه من كانت داخله فيها قطع المياه على المواطن، ولكن ان شاء الله تجاوزنا هذه المرحله.